باغي فما شويه مشاكل نتاع باراسوليت والحكايات هذوما الكل، ان شاء الله العام الجاي نحسنوا. وانا هذايا معناتها باش يكون تحدي اخر، قلت لك مدير التهيئه وكنت في سيرفيس تكنيك وكنت في 5 ديسمبر وجو ني جامي يو دو بروبليم جامي جامي جامي. عندي ثقه في ولاد الكرم على خاطر منطقتهم، من الاول كنت نقول لي معناتها ممكن ما يخدموش ممكن يغيبوا على الخدمه نتاعهم، اللي نتبع فيهم الخمسه نتاع الصباح انا متاكده لي ليماج نتاع الكرم باش تتبدل. جايين للكرم كيما جايين لحلق الواد كيما جايين لكرتاج، هذه بلادنا ويلزمنا الكل نكونوا سوليدير. بالحق الكرم يلزمها تاخذ الحظ نتاعها، يلزم ليماج تتبدل، عندنا تحدي كبير الكلنا يد واحده ما نجمش وحدي. عسلامة، معنا مدام ثورية دويهش بعصيدة الكاتبة العامة الجديدة لبلدية الكرم. أسمع بلدية صعيبة برشا وخدمة كاسحة كاسحة برشا هكا ولا؟ كاسحة ليه، على خاطر نتسمى بنت البلدية من 2003، دونك مديرة التهيئة سابقا، دونك بنت الكرم ملي 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 بدينا. بون سي فغي هي 2001، أنا جيت 2003، عامين خليتها تترعرع شوية ومن بعد كنت موجوده معناتها. دونك كتبه عامه جديده اي، مهمه صعيبه اي، ان شاء الله نرتقيوا بالكرم، هذاك الطموح نتاعنا. احنا جينا على غفله، عندنا تصوير في ملعب الكرم، شفنا السيده الكاتبه العامه مع الدهانة ومع الناس اللي تتنظف واللي زافيش اللي قاعدين يتعلقوا. حسيتوا مهرجان البحر الأبيض المتوسط، حسيتوا كي جاء الكرم نحسوا راه فما تحدي كبير بعد، معناها ما عادش في حلق الواد من الكراكة والأشغال والمستلزم هذا اللي اعطاوها المكان كامل، شفنا كأنه تحدي كبير ما هو سهل. نشوفك في عينيك شوية هكا تخوف، نشوف لو كنت تحكي لنا كيفاش خذيت القرار هذا، وخليني نقول تجرأت اليوم في الكرم وفي استاد الكرم اللي هو استاد في كارتاج سالامبو، أمطار على فيستيفال كارتاج مهرجان، معناها الفيستيفال كارتاج بعيد أمطار، كيفاش خذيت التحدي هذا واخترت وشديت صحيح أنه باش يكون في الكرم وتحديدا كارتاج سلام؟ والله نشكرك على السؤال، على خاطر معناتها يلزمنا نوضحوا برشا حاجات. هي قبل كانت حلق الواد الكرم، وبعد قالوا الام حلق الواد البنت الكرم، قلنا البنت كبرت وترعرعت معناتها نجم تاخذ المسار نتاعها وحده. الحق احنا باغ سوليداريتي، والسيد معتمد الاول هو اللي شجعنا وقال معناتها قال لنا باش نكونوا ناس كل مع بعضنا يد واحده. ابخي تو حلق الواد الكرم كارتاج لا بونليو نور، انا ماذا بيا تنهض كلها منطقه سياحيه، الي طون باش تكون منطقه معناتها سياحيه بامتياز فيها لي فيستيفيتي كو سوسوا كارتاج ولا الكراكا والا ستاد بالكرم. بارك الله فيهم، نشكر الامن برشا على خاطر عاونونا وقالوا لنا هما بيدهم سان نوفو ني يلزموا ياخو معناتها بالحق الكرم يلزمها تاخو الحظ نتاعها، يلزم ليماج تتبدل. جايين للكرم كيما جايين لحلق الواد كيما جايين لكارتاج، ابخي تو معناتها هذه بلادنا ويلزمنا الكل نكونوا سوليدير. تحدي وي، على خاطر لي كونديسيون نو سون با لي ميم، معناتها الكراكا ابخي تو سي ان اسباس فيرمي، حتى تكنيكمون أصعب أنه يكون في استاد. إن شاء الله ربي يوفق الجميع، على خاطر هذا تحدي للناس الكل، كسوسوا أمنيا كسوسوا تكنيك ما الجمهور. بون احنا أنا عندي ثقة في ولاد الكرم على خاطر منطقتهم، نعرفهم يحبوا ينشحوها، نعرفهم باش يكون جمهور راقي، نعرف اللي بالحق ولاد الكرم معناتها قلت لك مدير التهيئة وكنت في سيرفيس تكنيك وكنت في 5 ديسمبر وجو ني جامي يو دو بروبليم جامي جامي جامي. دونك نشكرهم دايوغ الكل، ونعرفهم اللي باش ينشحوا المهرجان، ونعرفهم اللي باش يقفوا معانا باش تكون اون بروميير، وان شاء الله تكون با لا ديرنيير معناتها انطلاق لحاجه جديده في الكرم. والكراكه ان شاء الله يعملوا دوتر فيستيفيتي، ابخي تو ايزون لابيتود، احنا خليونا ناخذوا زاد حظنا. انت فكيتوا مهرجان البحر الابيض؟ مش لا ما فكيتوش، خاطر هكاك يولي فما لا نخدموا الكلنا مع بعضنا. نشكر زاد كاتب عام بلديه حلق الواد اللي هو زاد وفر لنا برشا حاجات، بلديه كارتاج كيف معناتها كان متعاون ووفر لنا لو باركينغ، على خاطر
ان ستاد في سنتر فيل سي با ايفيدون. المتسكنين ان شاء الله يتفهموا خاطر يلزمهم يكونوا سوليدير اوسي. معناتها جو سي كو باش تكون فما شوشره وحس، ولكن الصيف وان شاء الله عن قريب معناتها تقلقوا اكثر من كارتاج. معناها كارتاج اللي فيها مهرجان والكرم خلت تتحرك، جاي الوقت انها باش تتحرك. عندنا مواقع وعندنا بلايص كيما استاد الكرم الموقع نتاعو، قلنا امطار على كارتاج، معناها اليوم حظها الكرم. شفنا شكرا للامن اقليم كارتاج اللي هو راهو معناها نجم يوفر الامن وامن مهرجان كارتاج كامل. وسمعنا اني خذيت تحدي وخذيت تحدي ليلى مش غريب على شبابنا اللي شادين الاقليم والمنطقه والامنيين بالرسمي اللي هذه نقدموا لهم تحيه هوني من جريده 619. عندي حاجه اخرى نحب زاده كيف كيف نقول رئيس الجمهوريه اليوم، انا تاكدت وقت اللي رهن على المراه ودور المراه، وشفت انا اليوم خاطر شوف في كتاب عامين وجريده 619 ما يغيبش عليها وديما نقولوا كلمتنا وما يكبر في عيننا حتى حد انه يضر هالوطن هذا. اليوم شفت كتبه عامه معناها سيد الرئيس كي قال رهنوا على المراه كان صادق، وشفت اليوم مراه تجري وتجري وقاعدة معناها مع الدهانة مع كما قلت أنا مع الناس تعلق في الزفيش نظافة تحضر في اللي بارير. معناها بالرسمي أنت تنجم تكون فخر للكرم ويكون لنا شرف أنا كولد المنطقة، وإن شاء الله تكون عند حسن ظن. أنا بدي إن شاء الله نكون عند حسن ظنكم. احنا الكل نساوي ورجال لازمنا نكونوا متجندين تفاصيل، هذوما أولاد البلدية بيهم هما ننجحوا كو سوسوا دهينا والا الزملاء اللي ينظفوا معناتها عمال النظافه الكلهم متجندين. بي من نهار الاول مش على المهرجان كهو راهو معناتها المنطقه الكل فيها بدينا معناتها بدينا. عندنا تحدي كبير خاطر بالحق الوضع البيئي كان فريمون تعبنا. هو عندنا برامج وعندنا اولاد قاعده تخدم واكثر فيهم الكلهم متجندين صباح وليل ما عندهمش نص وقت، عندهم هيت نشحوا المسار وان شاء الله على ابواب انتخابات زادا تكون ناجحه وتكون المنطقه هذه معناتها. مدام اليوم مش توعد ابناء الكرم، بون ما نجمش نقول لك معناها خرجنا من المهرجان، اليوم مش توعد ابناء الكرم ثقافيا اللي نعرفوا الكرم اللي ثقافيا ميته، الكرم ما فيهاش 5 ديسمبر ما فيهاش مركز امني، الكرم اللي فيها برشة تهميش. هذيك علاش شكرت أنا الأمن اللي بالرسمي سعى أنه يوفر التأمين للمهرجان هذا. شنو توعدهم وشنو تقول لهم ككاتبة عامة جديدة؟ وإن شاء الله بالرسمي نحن فرحانين بيك، وشو سألت العباد فرحانين بيك على اللي قاعد تعمل فيه. إن شاء الله يا ربي تقعد لنا موجودة ونشوفوك في على المناصب. شنو تقول لأبناء ونساء وأطفال الكرم؟ نشكرك انا سورتو نقول لهم اللي الكلنا يد واحده من نجمش وحدي سي با بوسيبل. نقول لهم زاده كيف كيف اللي بهم هما معناتها نجموا ننجحوا المنطقه ونجموا نقفوا لاولادنا. ونقول لهم زاده كيف كيف بالنواب المحليين معناتها المسؤولين في المنطقه. انا متاكده لي ليماج نتاع الكرم باش تتبدل، الثقافه رجع لمهرجان الشاطئ. سي فري فما شويه مشاكل نتاع باراسوليت والحكايات هذوما الكل، ان شاء الله العام الجاي نحسنوا. وانا هذايا معناتها باش يكون تحدي اخر انه بالحق منطقه سياحيه سا سرا فريمون من حلق الواد حتى لسيدي بوسعيد اون فادير، على خاطرها سي اون شين اللي الكلنا نتعاملوا مع بعضنا والكل عندي ثقه في الناس الكل اللي باش نكونوا عند حسن ظن المتساكنين. نحبهم يعاونونا ونحبهم عون النظافه يعاونوه باش ما يتعبش خاطر في السخانه هذيا راهم مجندين نهار كامل. ومعناتها انا درت من الاول كنت نقول لي معناتها ممكن ما يخدموش ممكن يغيبوا على الخدمه نتاعهم، اللي نتبع فيهم الخمسه نتاع الصباح ونشوفهم اللي بالحق المواطن زاده يلزمو يكون واعي ويعاون كالعون النظافه ويعاون الخدمه والبلديه بلديتهم ومنطقه منطقتهم بهم هما. راهو فما معناتها اذا فما حاجه باش تصير راهو بهم هما مش بينا. لا